هذا الحكم عمره ما لعب الوداد، عمره ما لعب الهلال، لا لعب الهلال السعودي في البطولة، لأنه تيكون ضيف في الدوري السعودي. تعرفوا بأن الدوري السعودي كل خطرة تيجيبوا حكام من جنسيات مختلفة تيديروهم في المقابلات الحاسمة عندهم، ولكن حكم اللي تيبان بأنه يجتهد سنة بعد سنة، شناه في كأس العالم الأخيرة قاد مقابلات، وغدا ان شاء الله غتكون عندنا ورقه تقنيه مفصله على هذا الحكم، المسار ديالو، شنو هما المقابلات اللي لعب، تاريخ الزياد ديالو وجميع الامور ديالو. ولكن اللاعبين ديال الوداد او اللاعبين ديال الهلال السعودي يديروا بحال المقابله ديال الافتتاح اللي كانت سريعه، ما توقفتش المقابله بزاف، والحكم شحال كاع زاد 4 دقائق في الشوط الثاني وزاد 4 دقائق في الشوط الاول. اذا كانت لو جو كان رابيد في المقابله الاولى، واللاعبين باستثناء واحد الحاله اللي طالبوا فيها اللاعبين ديال الاهلي بركله جزاء بعد ما اللاعب لعب الكره بالركبه ارتطمت باليد، قال لهم جوي، قال لهم ليست هناك مخالفه، والفار اكد هذا القرار هذا. من غير هذيك الحاله فكانت الامور جد عاديه. هذا هو ما نتمناو غدا ان شاء الله نشوفوا لو ريتم طالع. وهنا اللي شفنا لو ريتم طالع هو اللي بغيت نسول سي هشام، لو ريتم ديال الوداد السنه الماضيه في شهر جوج، والريتم ديال الوداد دابا في شهر جوج، فاش كانوا مع وليد الركراكي كان لو ريتم طايح، وبقى لو ريتم غادي وتيتطور في شهر جوج شهر ثلاثه، لانهم دخلوا الشامبيونز ليغ ودخلوا في السفاريات وهذا، وبقى لو ريتم عمرها ما تسجلت ملاحظه في لو ريتم. الان واش لو ريتم ديال هذه المقابلات الاخيره بالاخص المقابله ديال الفتح والمقابله اللي قبل منها المغرب فاسي، واش لو ريتم ستابل ولا بالك خاص مازال شويه الاجتهاد؟ لا هو الموسم اللي فات السي مبروك ولا سي سعد، الموسم اللي فات كان موسم يعني رائع مع استثناء الفريق الوداد، كان موسم استثناء الفريق، موسم رائع. كان مع وليد الكراكي، تتعرف وليد الكراكي كان واقف كما تنقولوا واقف على شغله، يعني تنعرفوا وليد والصرامه ديالو، والمدرب ملي تيكون معاك دائما تتكون واحد التشويق يعني ديال المقابلات او التدوير ديال اللاعبين. يعني شفنا ريتم عالي من اللاعبين، لا من ناحيه اللاعبين اللي تيكونوا في الكرسي ديال الاحتياط ولا اللاعبين اللي تيتولي. يعني لاعب تنسيك في لاعب، وحتى السرعه كما ذكرت يا سي مبروك، السرعه ديال اللاعبين في لي باس ولا فيتاس، يعني حتى لا فيتاس مهمه. دابا لا فيتاس لما كانش عندك لا فيتاس يعني صعيب باش تلعب الكره. فوالا انت كويري بزاف، تدير الكونترول، تتقلب، تتمارك، تدير لي دريبل، تعطي لي باس. ولكن لبغيتي هاد ثلاثه ديال الحوايج يكونوا عند اللاعب، لما كانش عنده لا فيتاس يعني صعيب باش تماركي. يعني هذا الموسم هذا تعذب الوداد، تنعرفوا كيفاش جا عموته، كيفاش جا الوداد، ما بريباراش مزيان. اذا الاستقرار التقني عنده، الاستقرار التقني عنده مهم، دور عنده مهم في نادي الوداد الرياضي. يعني اللاعبين ما حاروا، ما عرفوا مع من غيتريني، واش غادي يترينيو مع عموته، باقي في المنتخب، باقي ما جاش، ما بريباراش معاهم مزيان. كان المساعد ديالو هو اللي تيبريباري، اللاعبين ما واخدينش داك الشيء بجديه، عارفين المدرب غادي يمشي، عارفين المدرب اخر شكون اللي غادي يجي، العقليه ديال هذا المدرب. يعني هذا الموسم هذا الوداد تعذبت من ناحيه البدنيه بكل صراحه، على تبين هادشي في المقابلات، ودليل على هادشي المقابلات اللي خسروا فيهم جوج ديال المقابلات، مع العلم رجعوا في المقابلات ديال الهزيمه ديال جوج ماتشات، ولكن ربحوا تقريبا ثلاثه ديال الماتشات، يعني حديجه كانوا خسروا. ولكن تبين يعني لاعبين مبروك ولا سعد، يعني كاين زيادات في الوزن والثقل في اللاعبين. يعني لاعبين مميزين، لاعب كويري، لاعب باغي يدير شي حاجه، ولكن عنده هذيك الزياده ديال الوزن هي اللي خلات بعض اللاعبين ما كاينش هذاك الحماس، ما كاينش هذيك القوه ديال 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 السرعه ديال اللاعب. اذا هنا 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 اللاعب اللي فقد السرعه ديالو، اذا الوزن ديالو هو اللي خلى اللاعب ديك الرشاقه والحيويه ما كايناش. تحدثنا على المعسكر اللي في فريق الوداد الرياضي، كنظن ان المدرب مدير النفط غيشوف هاد المفارقه ديال كل اللاعب، تبدل لك اللاعب. ما كما قال السي مبروك، انا حنا دوينا على المعسكر. المعسكر تيكون عندك مده ديال ثلاثه ديال الاسابيع تيكونوا عندك، يعني ديال بريباراسيون لواحد سميتو كومبيتيسيون ديال المنافسه ديال البطوله. يعني هذيك هي ديال العام كامل، هي ديال عصبه الابطال، هي ديال كوب ضرب، هي ديال كاس العرش، وهي ديال البطوله. يعني هاد ثلاثه ديال الاسابيع، وزائد هاد ثلاثه الاسابيع ملي تدخلك دائما تتبريباري على هذوك ثلاثه ديال الاسابيع زائد الماتشات. تخيل معايا دابا النفط شنو غادي يدير دابا،
دابا في الكونسونطراسيون ما عرفش هو شنو دار ما عرفش شنو دار ما عرفش شنو بعدا دار في البريباراسيون واليوم ما يمكنش هو يبريباري في المده ديال سيمانه ولا لا لا ولا قلت لك فقط انه غادي يلاحظ هذه الزياده يلاحظ الزياده في حاله اللاعبين اللي عندهم الوزن يقدر الريجيم ديالهم ينزل الروبا ديالهم مثلا ما تقدرش ياكلوها كامله صافي هذا هو اللي غيدير بالنسبه للخدمه راه خصو يدير الخدمه راه ما يمكنش لك تريني صباح وعشيه يعني كاين اللاعبين اللي يكونوا اللي بحال الحكام كاين اللاعبين اللي تكون عندهم الوزن تترينوا صباح وعشيه انا تتريني الصباح فهمتي فهمتي ولكن انت غتريني معايا الصباح وغتريني بوحدك في العشيه باش توصل عندي لاعب تيختلف على اللاعب فهمتي باش توصل عندي عاد ندخلوا ثاني في 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 لافيتاس ديال 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 اللاعب واليوم ملي تنتكلم على لافيتاس ديال الوداد كاين لاعبين كانت عندهم لافيتاس الموسم اللي فات مع وليد الكراكي وملي تنتكلم على لافيتاس مهمه لافيتاس لافيتاس دابا عالميا لما كانش لاعب لعب عنده سرعه فلاباس كيفاش غادي تستقبل الكره كيفاش غتجري بها كيفاش دير السونتراج كيفاش ضاعت الكره وترجع ديفوندي هذه هي السرعه في في, في اللاعب يعني الوداد كاين شويه ديال بعض اللاعبين كاينه شويه ديال الوزن ونتمنى نتمنى هذا الثقل وهذا الوزن ديال هذه اللاعبين ما تاثرش على المباراه ديال 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 اللاعبين مهمين ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.